بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. صدق الله العظيم. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، انا لا اضام وفي رحابك عصمتي، انا لا اخاف وفي حماك اماني. يا رب انا ان ضعفت فانت مصدر قوتي، انا ان نسيت فبرضاك لا تنسى. يا رب هذا حالنا، لا يخفى عليك ضعفنا ظاهر بين يديك. يا رب عاملنا بالإحسان ذي الفضل منك وإليك. يا رب اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. يا رب لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. يا رب نسألك أن تسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا الله. أيها الإخوة المؤمنون، القرآن الكريم يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. صلاة وسلاما عليك يا طب القلوب ودوائها، الجالس معنا في هذا اللقاء والمستمع إلينا في كل مكان، يجب أن يقدم التحية العطرة المباركة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وتحيتنا إليك يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك، وأنت القائل: البخيل من سمع اسمي ولم يصلي عليه. صلاة وسلاما عليك في الأولين وفي الآخرين، صلاة وسلاما عليك في كل وقت وحين، صلاة وسلاما عليك في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. يتلو علينا من آيات الله البينات قارئ العالم الأول المقيم بالقاهرة فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد
وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده. وورث سليمان داود وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما ولقد آتينا داود وسليمان
الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده وورث سليمان داود وورث سليمان داود وقال يا أيها إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير حتى إذا أتوا على وادي النمل حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم
ادخلوا مساجدكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. حتى إذا أتوا على وادي النمل حتى ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم لا يشعرون.
فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى
وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك وتفقد الطير وتفقد الطير وتفقد الطير وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من بأوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك وتفقد الطير وتفقد الطير فقال ما لي لا
وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان فتى لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من وجئتك من سبأ بنبأ فمكث غير بعيد فقال أحط بما تحق به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله
ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله الله لا إله إلا هو. قال فننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي.
وأتوني مسلمين. قالت يا ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ما كنت قاطعة أمرا حتى والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. I'm sorry.
وكذلك يفعلون. قالوا نحن أولو قوة والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية وإن لكم إليهم بهدية فناظرة. فناظرة فلما جاء سليمان أتمدونني بمال فلم فلما جاء سليمان قال أتمدونني
شيء له حد، أما جمال القرآن فليس له حد. ما أحلى كلام حلو في معناه، جميل في إلقاء، خرج من قلب طاهر إلى قلوب طاهرة، هو كلام الله. فلا أعلم السمع حضراتكم ذلكم العالم القرآني الزعيم فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحاد محمد أنور، عالم التلاوات بمصر والعالم الإسلامي والقارئ والمقيم بالقاهرة. الشركة عمل الكيسة الصوتية إدارة محمد سلام ببرحمتوش مركز مدينة السنبلاوي. الشركة عمل أضواء كهربائية داخل مخازن فراشة الزبال كورة وقصر الدفع المتنقل على مستوى الجمهورية لصاحبة أولاد أبو شحاتة المقيمين بإخطاب. الخدمات الفندقية المتر محمد فؤاد المقيم بكفر طنبول الذين مركز مدينة السنبلاوي. خطى لمن الإسلام نازكنا لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.